السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الثالثة من مادة الاحتمالية للمرحلة الثانية قسم هندسة تقنيات إلكترونيات الطيران في الكلية التقنية الهندسية نجف. أخذنا في المحاضرات السابقة ما هي المجاميع وما هي الاتحاد أو مجموعة التقاطع، الدفرنس، الكومبلمنت، وكذلك عرفنا ما معنى الايفنت والسامبل سبيس والاوتكمز والراندوم اكسبيرمنت وما هي الاحتمالية. اليوم راح ناخذ اذا كان عندي اكثر من 2 ايفنتس، يعني 3 ايفنتس او اكثر. اول حالة راح ناخذ حالة اليونيون اوف 3 ايفنتس. اذا كان عندي مثل بهذا الشكل، عندي 3 احداث اللي هي A و B و C. هذول الاحداث هم اذا تلاحظوهم هم mutually exclusive، احداث ما متقاطعة مع بعض، ما بها اي عناصر مشتركة مع بعض. فاحتمالية الاتحاد لذول الايفنت لهذه الاحداث راح تكون هي احتمالية الA زائد احتمالية الB زائد احتمالية الC. فقط تكون احتمالية الاتحاد ثلاثتهم هي حاصل جمع احتمالية كل حدث. ليش؟ لانه عندي الA تقاطع مع الB هي فاي، ما عندي اي عنصر مشترك، والA تقاطع مع الC ايضا فاي، والB تقاطع مع السي ايضا فاي. لذلك تكون احتمالية الاتحاد هي حاصل جمع احتمالية كل حدث وحدة. هذه اذا كانت الاحداث mutually exclusive، ماكو اي تقاطع بين ذولي الاحداث. لكن اذا كان اكو تقاطع بين هذه الأحداث مثل ما نشوف بهذا الشكل، إنه الA يوجد بين التقاطع مع الB بالثلاثة والستة، هذا تقاطع الA مع الB، وكذلك عندنا بالنسبة خلينا نأخذ غير لون، التقاطع A مع C، هذا تقاطع A مع C، وتقاطع A مع B. العفو B مع C راح يكون هذه هي التقاطع. حتى استخرج احتمالية الاتحاد، احتمالية A اتحاد B اتحاد C، راح شو تساوي؟ تساوي لي احتمالية الA زائد احتمالية الB زائد احتمالية الC اللي هي قبل شوي اخذناهم قلنا هاي في حالة الموتشل اكسلوزف، ناقص إذا أجي أقول احتمالية الA، يعني هذه كلها احتماليتها، معناها إنه أنا إجيت أخذت هذا السيركل كلها، واحتمالية الB معناها أنا إجيت أخذت السيركل مال الB اللي هي هذه، واحتمالية السي اللي هي هذه. هسه لو نجي نلاحظ انه انا من اخذت احتمالية الA واخذت احتمالية الB، اذا تلاحظون هذه المنطقة انحسبت مرتين، حسبت مرتين، مرة مع الA ومرة مع الB، فمعناها أنا هنا صار عندي هاي المنطقة انحسبت مرتين. فأنا حتى أتخلص من المرتين إنه انحسبت، راح أجي أقول ناقص احتمالية الأي تقاطع البي ناقص هاي المنطقة، يعني احتمالية الأي زائد احتمالية البي ناقص احتمالية أي تقاطع البي. كذلك من إجيت حسبت هذه الأي مع السي، ايضا انحسبت هذه المنطقة مرتين، ايضا هذه المنطقة
انحسبت مرتين، فأيضا راح أقول ناقص احتمالية أي تقاطع سي. هذه المنطقة أيضا مع البي والسي أيضا انحسبت مرتين، فأقول ناقص احتمالية البي مع السي. فمن إجيت نقصت هذه الاحتمالية كلها، عندي هذه المنطقة، قل نحذف بعد ما أنا لغيت هاي المنطقة ولغيت هاي المنطقة ولغيت هاي المنطقة، عندي هاي المنطقة اللي هي صايرة بالوسط بيناتهم، مشتركة بيناتهم ثلاثتهم، هاي المنطقة لغت عندي، يعني أنا حذفتها بعد ما حسبتها. فحتى أرجع أحسبها أقول زائد احتمالية أي تقاطع بي تقاطع سي. لذلك إذا كانت عندي الأحداث بيناتهم intersection، فاحتمالية الاتحاد مالتهم راح يكون هو احتمالية كل وحدة من عندهم ناقص احتمالية التقاطع اللي بيناتهم زائد احتمالية التقاطع ثلاثتهم، وراح يكون هذا هو القانون لحساب احتمالية الاتحاد لثري events and more. ناخذ مثال. افترض انه المعلومات التالية هي صحيحة. اولا the chance of it raining today is 50%، فرصة انه تمطر اليوم هي 50%، معناها انه احتمالية خلي اقول انه هي تمطر اليوم، راح امثلها بالحدث A. احتمالية انه تمطر اليوم اللي هي احتمالية الـ A راح تكون هي 0.5، و the chance it will rain tomorrow is 40%، احتمالية انها تمطر غدا راح ارمز لها الحدث B وراح تكون ايش قد 0.4، واحتمالية it will not rain today and not tomorrow، احتمالية انه ما راح تمطر اليوم اي complement and تقاطع not tomorrow يعني ايضا b complement، واللي هي راح تكون تساوي point ثلاثة. المطلوب find the probabilities of the following events. أول شيء هو it will rain today or tomorrow، يعني يريد احتمالية it will rain today هي A، or اتحاد tomorrow اللي هو B، يريد احتمالية A اتحاد B. النقطة الثانية it will rain today and tomorrow، احتمالية rain today اللي هي A and معناها تقاطع tomorrow اللي هو B. النقطة الثالثة it will rain today، احتمالية تمطر اليوم A but not tomorrow، لكن ما تمطر، لكن لا تمطر غدا، يعني اما هذا او قلنا هو شو يساوي، يساوي لي احتمالية اي تقاطع في complement. وآخر مطلب it will rain today or tomorrow but not in on both days، يعني انه هي تمطر اليوم او غدا لكن مو نفس لكن مو باليومين، يعني احتمالية A difference B تقاطع B
difference A. حتى نستخرج هذه المطالب أنا عندي probability of A, probability of B, و probability of A complement تقاطع B complement. هذه فقط المطالب الموجودة عندي. من خلال هذه المطالب أنا أقدر أجي أستخرج أول مطلب اللي هو أنا مطيني A complement تقاطع B complement يساوي 0.3، واللي أقدر أكتبه A اتحاد B complement حسب قانون دي مورغانز. قانون دي مورغانز قلنا إنه A اتحاد B الكل complement أقدر أفتحه إنه يصير A complement تقاطع B complement، وأنا منطيني أي complement تقاطع B complement هو 0.3، فإذا أقدر إنه أقول هذه الأي اتحاد B الكل complement هو شنو يكون يساوي 0.3. زين أنا عندي احتمالية حسب الـ axioms of probability، عندي واحدة من الـ axioms إن تقول إنه sample space أو احتمالية sample space تساوي لي احتمالية الحدث، خلينا نقول A، زائد احتمالية الـ complement إلى احتمالية الـ complement. احنا عندنا احتمالية الاحتمالية السامبل سبيس هي 1، احتمالية الاي اتحاد بي زائد احتمالية الاي اتحاد B الكل complement. هذه نفسها اللي هي ضمن الأكزموس، إنه احتمالية السامبل سبيس اللي هي 1 ساوي احتمالية الـ A اللي هنا عندي احتمالية A اتحاد B زائد احتمالية الـ complement اللي هي هنا عندي احتمالية A اتحاد B الكل complement. هذه عندي اللي ساوي 0.3، فإذا احتمالية A اتحاد B حساوي 1 ناقص 0.3 واللي هي تساوي لي 0.7. هذا أول مطلب اللي هو استخرجناه عن طريق قانون دي مورغانز والأكزيموس اللي تقول إنه السامبل سبيس أو احتمالية السامبل سبيس تساوي لي حاصل جمع احتمالية الايفنت مع الكمبلمنت. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني نريد نحسب احتمالية الA تقاطع الB. هنا عندي إنه احتمالية الاتحاد هي شو تساوي؟ تساوي لي احتمالية الـ A زائد احتمالية الـ B ناقص احتمالية التقاطع. أنا احتمالية التقاطع هي أريدها، احتمالية الاتحاد قبل شوية طلعتها اللي هي 0.7، احتمالية A و B هو مطيني إياها بالسؤال، إذا أنا أقدر أستخرج احتمالية التقاطع. احتمالية التقاطع راح تساوي لي احتمالية الـ A زائد احتمالية الـ B ناقص احتمالية الاتحاد، راح تكون هي 0.5 زائد 0.4 ناقص 0.7 واللي راح تكون هي 0.2. هذا المطلب الثاني اللي هي
احتمالية التقاطع. المطلب الثالث اللي هو احنا قلنا اي تقاطع بي كومبلمنت، او اقدر اقول انه هو اي ديفرنس بي، معناها انه الاحتمالية الاي ناقص احتمالية التقاطع. ليش؟ لان احنا قلنا الديفرنس، الديفرنس هو كل العناصر اللي موجودة باي وما موجودة ب، معناها انه العناصر اللي موجودة باي هي هذه، بما انه بيناتهم تقاطع اذا العناصر اللي ضمن التقاطع هي ايضا داخلة ب، فلذلك راح نستثنيها من الديفرنس، وبالتالي راح تكون احتمالية الاي ناقص احتمالية التقاطع. فاحتمالية الاي هي 0.5 ناقص احتمالية التقاطع 0.2، وراح تعطيني 0.3. هذه بهالصورة هذه، او اقول اي تقاطع بي كومبلمنت، هي قلنا اي تقاطع بي كومبلمنت هي نفسها تساوي لي الاي ديفرنس بي. النقطة الثانية يقول يريد احتمالية الاي ديفرنس بي اتحاد بي ديفرنس اي. الاي ديفرنس بي هاي طلعناها قبل شوية اللي هي 0.3، فراح نستخرج البي ديفرنس اي، يعني احتمالية البي ناقص احتمالية التقاطع، وبالتالي راح تكون تساوي لي 0.2، فالاتحاد فراح تكون 0.3 زائد 0.2 وراح ينطيني 0.5. هاي النقطة الرابعة. مثال آخر عندنا رول أدايت وايز، عندنا حجر نارد احنا دحرجناه مرتين ولاحظنا X1 و X2. find S يريد sample space. السامبل سبيس بما انه عندي داي والداي ما ذاكر لي اياه فاحنا نعتبره فير، الداي هو الى 6 اوجه، فالستة عدد الاوتكمز، بما انه توايز مرتين الرمى فستة اس 2، وبالتالي ايش راح يكون؟ راح يكون عندي 36 عنصر. هذه منو؟ هذه السامبل سبيس، والسامبل سبيس هي هذه اللي موجودة هنا بالفيجر اللي عندي، هاي هي sample space لداي rolling twice مرتين. الايفنت A، الايفنت A هو جاي من X1 زائد X2 واللي يكون شنو؟ يكون يساوي 4. هنا عندي عندي X1 هي تمثل لي النرد، حجر النرد الأول، والX2 تمثل لي حجر النرد الثاني، فإذا أجي أحصل جمع ذول يكون المفروض شي يساوي لي 4. هذه هو الحدث A، فالمطلوب شنو؟ المطلوب إيجاد عناصر الـ A واحتمالية الـ A. حتى أوجد عناصر A عندي هنا 1 و3، هاي يصير ضمن الـ A لأن حاصل جمعهم 1 زائد 3 4. عندي 2 و2 راح يكون حاصل جمعهم 4، عندي 3 و1 راح يكون حاصل جمعهم 4، البقية بعد ما راح أقدر أحصل على 4. إذا الإيفنت A هو راح يكون يساوي لي 1 3 و2 2 و3 1، فعندي هنا 3 عناصر، فاحتمالية الاي راح تكون هي 3 على 36، وبالتالي راح تكون هي 1 على 12. الحدث بي هو اي زائدا العفو X1 زائدا X2 يساوي 6 أو 7، وجد احتمالية البي عندي هنا X، خلينا نحذف هذه،
عندي الحاصل جمعهم مفروض يصير ستة. عندي هنا واحد وخمسة حاصل جمعهم ستة، وواحد وستة حاصل جمعه سبعة. هو قايل لي اما 6 or 7، يعني هنا ستة وهنا سبعة، حصلت هذه القيم. هنا عندي 2 و4 و2 و5، ايضا انا احصل على هنا ستة وهنا سبعة. هنا عندي 3 و3، ايضا احصل على ستة، وثلاثة واربعة راح احصل على سبعة. عندي هنا 4 و2 راح احصل على ستة، واربعة على ثلاثة راح احصل ايضا على ستة، 5 و1 راح احصل على ستة، وستة واثنين راح احصل على سبعة، وهنا 6 و1 راح احصل على سبعة. اذا هذول كلهم هنا عناصر الحدث بي، اللي هي كم عنصر هنا؟ 6 7 8 9 10 11 عنصر. فراح تكون احتمالية البي هي 11 على 36. هذا المثال I choose a point completely at random in 0 1. أنا عندي هذا خط مستقيم اللي هو راح يكون بين 0 و1. أنا بدي أختار أي نقطة عشوائيا بين 0 و1، اللي هي خلي أقول إنه هاي A وهذه B. أول شيء المطلب الأول يقول احتمالية من 0 والنص. هذه هو النص، فيريد الاحتمالية بين 0 والنص. هذه فهنا حتى أوجد الاحتمالية بين 0 والنص راح تساوي شو تساوي؟ تساوي نص ناقص 0، وبالتالي ايش راح تساوي؟ راح تساوي لي نص. هاي المطلب الاول. المطلب الثاني احتمالية 0.25. هاي 0.25، فراح احتمالية 0.25 هيساوي لي 0.25 ناقص 0، وراح يساوي لي 0.25. احتمالية A و B، احتمالية A و B راح يساوي لي احتمالية ال B ناقصا ال A. مثل ما هسا احنا اخذنا هذه الصفر هي اعتبرناها A، والنص هي اعتبرناها B، فيصير نص ناقص او بي ناقصا اي، بي ناقصا اي، فنص ناقصا صفر. ايضا هنا عندي هذه الصفر اي والبوينت 25 بي، وراح يكون بي ناقصا اي، فبوينت 25 ناقص صفر. اخر شيء مطلوب احتمالية النص. احتمالية النص معناها نص ناقص نص، وبالتالي راح يساوي صفر. هذه بالنسبة إلى شنو؟ إلى عندي continuous probability. هنا كل الاكزيموس للاحتمالية هي تطبق على الكونتينوس probability spaces. مثلا عندنا هنا مثال suppose we know that the probability that a certain machine lasts more than or equal to x years. هي is عندنا احتمالية lifetime لx من السنوات. هي اللايف تايم هي تكون اكبر او تساوي ال years x years، هي تساوي 1 على 2 اس x. find the following seeds.
أول شيء يريد احتمالية إنه يكون اللايف تايم أكبر أو يساوي واحد. اللايف تايم أكبر أو يساوي واحد معناه إنه أنا أجي أعوض بمكان الإكس شقد واحد، فيصير واحد على اثنين أس واحد، وبالتالي راح يساوي نص. احتمالية تي أكبر أو يساوي اثنين معناها أنا أعوض بمكان إكس اثنين، فيصير واحد على اثنين أس اثنين، وبالتالي راح يكون واحد على أربعة. احتمالية اللايف تايم يكون بين الواحد والاثنين، فراح يصير احتمالية إنه اللايف تايم يكون أكبر أو يساوي واحد، وناقص احتمالية اللايف تايم يكون أكبر أو يساوي اثنين. فاحتمالية هذه نص ناقص احتمالية هذه ربع اللي استخرجناه، فنص ناقص ربع راح ينطيني ربع. الconditional probability، الconditional probability يعني ينطيني شرط، ينطيني condition يحدد لي sample space، may limit the sample space for an event، يحدد لي sample space للevent. عندنا الاحتمالية قبل احتمالية أي حدث، خلي نسميه A. احتمالية الحدث A راح يكون هي ال أو عناصر الحدث A على عناصر السامبل سبيس، هذه الاحتمالية بصورة عامة. لكن بالكونديشنال بروبابيلتي، الكونديشنال بروبابيلتي انه يقول لي احتمالية B لحدث B given هذا الخط، هذا نقرأ given A، يعني بحدوث ال A ما هي احتمالية ال B. فهنا راح يكون السامبل سبيس هي المجموعة أي الإيفنت أي، وراح يكون السامبل سبيس. وهنا فالconditional probability راح تكون احتمالية التقاطع أي تقاطع مع بي على احتمالية الأي. هنا عندنا التقاطع هو شي يكون عندنا احتمالية التقاطع هي عناصر التقاطع على السامبل سبيس، واحتمالية البي هي عناصر الحدث بي على السامبل سبيس، فالسامبل سبيس مع السامبل سبيس اختصر، فبالتالي راح يكون احتمالية التقاطع على احتمالية الايفنت بي. هذه قلنا هذا الخط هو يقرأ given that أو under the condition that. هنا حتى إيجاد الconditional probability احتمالية A given B هي معناها احتمالية التقاطع على احتمالية ال B، دائما بعد ال given هي هاي sample space. هنا احتمالية A given العفو B given A راح يكون احتمالية التقاطع على احتمالية ال A. ناخذ مثال rule a fair die. fair die قلنا يعني الداي العادي. what is the probability that the outcome is an even number given it was less than or equal to 3. هنا عندي fair die في sample space عندي من 1 إلى 6، هذه sample space. يقول ما هي الاحتمالية إنه يكون الناتج هو عدد زوجي given it was less than or equal 3، معناها
انه يكون يطلع لي الاحتمالية انه يطلع لي العدد زوجي اذا كان اقل او يساوي 3. فاقل او يساوي 3 معناها انه عندي حدثين، الحدث اي اللي هو العدد يكون زوجي، عدد يكون زوجي يعني 2 و4 و6، والحدث الثاني اللي يكون حادث اللي هو يكون اقل او يساوي 3، وراح يكون 1 2 3. فيريد الاحتمالية، احتمالية يكون العدد زوجي اي given هذا الخط يكون اقل او يساوي 3، يعني الحدث بي. فقلنا حتى نحصل احتمالية اي given بي هي احتمالية التقاطع اي تقاطع البي على احتمالية بي، احتمالية الحدث بي. وبالتالي راح يكون التقاطع عندي هنا، عندي تقاطع عنصر واحد اللي هو فقط الاثنين متقاطع بين الاي والبي، يعني عنصر واحد مع احتمالية البي. كم عنصر عندي للبي اللي هو 3، وبالتالي احتمالية اي given بي راح تكون هي 1/3. conditional probability هي تحقق ال probability maximus اللي هي ايش قلنا؟ قلنا انه الاحتمالية تكون دائما تكون اكبر او تساوي 0، وال conditional probability للحدث given الحدث نفسه هو تكون يساوي 1. واذا كانت عندي partition يعني اكثر من حدث تجزئ لي السامبل سبيس وماكو اي اتحاد بين او ما عفوا ماكو اي تقاطع بيناتهم، فاحتمالية اتحاد ذول الايفنتس given البي فراح يكون احتمالية الاي 1 given بي زائد احتمالية الاي 2 given بي وهكذا. طبعا ذول الاحداث يكونون disjoint events يعني ماكو اي تقاطع بيناتهم. هنا عندنا مثال رول تو دايز، يعني عندنا حجرين نارد رميناهم اللي هي اكس 1 واكس 2. فالحدث A even A 3 dots are shown at least on one die. انه انا عندي هذا الداي الاول وهذا الداي الثاني، انه ثلاث يعني يطلع لي عنصر 3 على الاقل في واحد من يعني لو هنا يطلع لي 3 لو هنا يطلع لي 3 واحد من عندهم. فحتى يطلع لي 3 في واحد من عندهم عندنا هنا هاي عندنا طلع 3 هنا، هنا عندي، هنا عندي، هنا عندي هذه 3 هذه هذه وهذه وهذه وهذه. هذه الأحداث أو هذه عناصر الحدث أي. كم عنصر هنا عندي؟ عندي هنا 6 و15. فاحتمالية الأي هتكون هي 11/36. عندنا الحدث بي هو اي زائد العفو اكس 1 زائد اكس 2 يساوي 6. خلي امسح هذه، انه اجمع كل عنصرين يساوي لنا 6. هنا عندي هنا 1 و5 يساوي 6، هنا 2 و4 يساوي 6، 3 و3 4 و2 و5 و1. ذولي احتمالية البي هي شو تكون؟ عفوا بي تساوي
خمسة على ستة وثلاثين. فاحتمالية التقاطع العناصر المشتركة بين A و B هو فقط 3.3، هاي احتمالية التقاطع عنصر واحد فقط. فإذا احتمالية A given B راح يكون احتمالية التقاطع اللي هي عنصر واحد على احتمالية B اللي هي خمس عناصر يصير واحد على خمسة. ال conditional probability أي في وين مشوف كلمة given معناها conditional probability. عندنا هنا حالات خاصة لل conditional probability. إذا كانت عندنا حدثين A و B وذول الحدثين disjoint، disjoint قلنا يعني ماكو أي تقاطع بيناتهم، ماكو أي تقاطع بيناتهم. بما إنه إحنا قلنا ال conditional probability هي احتمالية التقاطع على احتمالية الحدث الموجود هنا ال given، فاحتمالية التقاطع فما عندي تقاطع فيصير صفر، وبالتالي ال conditional probability لل disjoint events راح شو تساوي؟ تساوي صفر. الحالة الثانية إذا كان A هي مجموعة جزئية subset من B، A هي subset من B، مجموعة جزئية من ال B، فمعناها إنه التقاطع هو نفسه ال A، فش راح يكون؟ راح يكون ال probability A given B راح يكون احتمالية ال A على احتمالية ال B. الحالة الثالثة اللي هي إذا كانت B هي subset من A، إذا كانت ال B هي مجموعة جزئية من A، فاحتمالية ال A given B راح تكون احتمالية ال B على احتمالية ال B وتساوي واحد. ليش؟ لأن هنا عندنا التقاطع راح يكون هي نفس المجموعة B وعلى الاحتمالية ال B، فبالتالي هذا مع هذا راح يكون واحد. ناخذ مثال، عندنا حجر نورد رميناه. What is the probability that it is larger than or equal to 5 given that it is an even number؟ أول حدث اللي هي قبل كلمة given، هذا الحدث الأول اللي هو شو يقول؟ يقول يريد احتمالية إنه تكون أكبر أو يساوي 5، أكبر أو يساوي 5. واللي بعد كلمة given هذا الحدث الثاني اللي هو شو يقول لي؟ يقول لي even number. فمن أجي هاي sample space هي من 1 إلى 6، فالحدث أي يكون أكبر أو يساوي 5 اللي هو 5 و6، هذا الحدث أي. الحدث B اللي هو even اللي هي 2 و4 و6، فيريد احتمالية A given B، يعني راح يكون احتمالية التقاطع على احتمالية ال B، وبالتالي راح شو تكون؟ تقاطع عندنا عنصر واحد اللي هو 6 و1 على احتمالية ال B هي 3، وبالتالي راح يكون 1 على 3. نجي لل independent events. ايش وقت انه اقول ذول الحدثين هم independent يعني احداث مستقلة؟ هذه اذا كان حدوث الحدث الاول ما يأثر على احتمالية حدوث الحدث الثاني، فاقول هذول الاحداث هم شنو؟ independent، مستقلات. احتمالية حدوث الحدث الأول لا تؤثر على احتمالية حدوث الحدث الثاني. بهيج حالة راح تكون عندي ال conditional probability هي احتمالية الحدث نفسه. مثلا عندي احتمالية A given B
يعني ما هي احتمالية حدوث A عندما يحدث B؟ وبما أنه قلنا إحنا A و B هي independent events، يعني حدوث ال B ما راح يغير لي أو يأثر لي على الحدث أو احتمالية الحدث A، وبالتالي احتمالية ال A given B راح شو تساوي نفسها احتمالية ال A، ما راح تتأثر وراح تبقى نفسها تساوي لاحتمالية ال A. إذا كانت الأحداث independent فمعناها التقاطع هو حاصل ضرب احتمالية الحدثين، يعني احتمالية A تقاطع B راح يساوي لي احتمالية الـ A في احتمالية الـ B. فمن أجي أطبق بالاحتمالية بالconditional probability احتمالية الـ A given B شي يساوي احتمالية التقاطع اللي هي احتمالية الـ A في احتمالية الـ B على احتمالية الـ B. بالتالي هذه مع هذه تختصر، والتالي راح يساوي لاحتمالية الـ A. هذا هو البرهان انه ليش الconditional probability A given B راح يساوي لاحتمالية الـ A. يعني اذا اجي اعوض انه التقاطع راح يكون حاصل ضرب الاحتماليتين الحدثين الاندبندنت، وبالتالي من اجي اعوض راح تختصر احتمالية الـ B، وبالتالي راح تبقى عندي فقط احتمالية الـ A. هنا عندنا بعض الملاحظات المهمة. إذا كانت الأحداث disjoint أو mutually exclusive مو شرط، يعني هي ما معناها إنه هي independent. إذا كانت disjoint فمو معناها إنه هي independent. disjoint معناها إنه A تقاطع B يساوي phi، واحتمالية أي اتحاد B راح يكون حاصل جمع الاحتماليتين ذولي. لكن الاندبندنت شو يقول؟ الاندبندنت احتمالية التقاطع يساوي حاصل ضرب الاحتماليتين، والconditional probability راح تكون هي احتمالية الحدث نفسه بدون تغيير. إذا كان عندي ثلاث أحداث A و B و C هي independent، فإذا تكون هذني independent إذا تحققت تحققت كل هذه الشروط اللي هي شنو؟ اللي هي احتمالية أي تقاطع B يساوي لنا احتمالية الـ A تقاطع في احتمالية الـ B، واحتمالية الـ A تقاطع الـ C يساوي احتمالية الـ A في احتمالية الـ C، واحتمالية الـ B تقاطع C هو احتمالية الـ B في احتمالية الـ C، واحتمالية الـ A تقاطع B تقاطع C المفروض هو شنو؟ حاصل ضرب احتمالية الـ A في الـ B في الـ C. إذا تحققوا ذول الشروط أقول إنه هو ذول الأحداث شنو؟ independent. ناخذ هنا مثال 6-sided cube bias die. هنا قايل لي bias يعني احنا هنا اكو الاوجه مختلفة، يعني مو كل الاوجه من 1 الى 6، لا راح تكون bias. شلون bias راح يكون بهذه انه 1 2 2 عندنا وجهين راح ينطيني 2، ووجهين ينطيني ثلاث أو ثلاث أوجه راح يعطوني ثلاثة. هذه الحجر النارد، عندي حجر النارد هذا بايز إنه ثلاث أوجه بيهم ينطني رقم ثلاثة، ووجهين ينطني رقم اثنين، ووجه راح ينطيني رقم واحد. Four sides are colored
وعندنا أربع أوجه لونت باللون الأحمر، ووجه لون باللون الأبيض، ووجه آخر لون باللون الأصفر. يريد احتمالية إنه نرمي إنه يطلع لنا اثنين وبعدين اثنين، واحتمالية إنه يطلع لنا لون أحمر وبعدين أبيض وبعدين أصفر، واحتمالية إنه يكون ستة يطلع لنا ستة على one number cube and ستة على ال cube another number cube. وعندنا heads then heads and then tail when tossing a coin three times. وإذا رمينا قطعة معدنية ثلاث مرات فما هي احتمالية انه اول شيء يطلع هيد وبعدين يطلع هيد وبعدين يطلع لي تيل؟ هنا الحل، اول حالة انه يطلع لنا رقم اثنين وبعدين يطلع لنا رقم اثنين اخر. هنا رقم اثنين ما راح يأثر لي على احتمالية يطلع لي اثنين مرة ثانية، لذلك ايش راح يكون؟ راح يكون independent events، لان انا عندي من رميت رقم اثنين فمن ظهر ما راح يأثر لي انه يظهر رقم اثنين الثاني، فبالتالي راح يكون الاحتمالية هي حاصل ضرب احتمالية اثنين على العفو في الاحتمالية اثنين الثانية. كم اثنين عندي؟ عندي وجهين اثنين، فيصير عندي اثنين من اصل شقد؟ من اصل ستة، فيصير اثنين على ستة في اثنين على ستة. الاحتمالية او النقطة الثانية اللي هي يكون انه يظهر لي ريد وبعدين وايت وبعدين يلو، فهنا عندي اذا ظهر ريد ما راح يأثر على الوايت اذا يظهر او اليلو، فبالتالي راح شو يكون احتمالية الريد في احتمالية الوايت في احتمالية اليلو، وبالتالي انا عندي اربع اوجه ريد، فاربعة على ستة في واحد على ستة في واحد على ستة، وبالتالي راح يطلع لي واحد على اربعة وخمسين. الاحتمالية الثانية انه يطلع لي ستة بعدين ستة، وراح يكون احتمالية ستة على في احتمالية الستة، فتصير عندي واحد على ستة في واحد على ستة يساوي واحد على ستة وثلاثين. هنا عندي احتمالية اذا انا رميت كوين ثلاث مرات فما هي احتمالية ظهور هيد هيد تيل؟ فراح تكون احتمالية الهيد في احتمالية الهيد في احتمالية التيلز، وبالتالي راح يساوي لي واحد على ثمانية. dependent events، لا هذه dependent events انه واحد يعتمد على الثاني، يعني حدوث الحدث اي يعتمد على حدوث الحدث بي. هنا عندنا مثال education the table shows students by gender and by type of school in 2005. You pick a student at random. What is probability female given graduate school? عندي هنا هذا جدول ينطيني الجنس للطلاب مع الموجودين في احدى الكليات، يريد احتمالية فيميل وفي الجراجويت سكول،
فالجراجويت سكول ايش عندي؟ عندي هذا هو الجراجويت سكول. فالجراجويت سكول عندي فيميل وميل، فراح يكون ايش قد الاحتمالية مالتهم، يعني هذا حاصل جميعهم ذولي، اجمع هذا مع هذا راح ينطيني 3303. ويكون شنو؟ يكون فيميل، يعني معناها انه انا ايش اخذ؟ اخذ فقط هذا. فهي ما هي احتمالية فيميل جراجويت سكول؟ وراح يكون احتمالية التقاطع اللي هي الفيميل 1954 على احتمالية الجراجويت اللي هي 3303، واللي هي راح يساوي لنا 0.59%. مثال آخر: Your neighbor has two children. عند جيرانك عنده طفلين، وانت علمت انه واحد من ذول الأطفال هو يكون son، يعني ولد اسمه Joy. What is the probability that Joy's sibling is brother؟ ما هي احتمالية انه يكون شقيق جوز هو شنو؟ يكون ولد brother. زين، انا بما انه عندي two children فراح يكون عندي شنو؟ يكون عندي الاحتمالية sample space للtwo children راح يكون 2 أس 2، وبالتالي راح شو يكون؟ اما يكونون اثنين هم boy boy او boy girl او girl boy او girl girl. زين، احنا انت علمت واحد من ذول الاولاد هو ولد، معناها girl girl هذا يستبعد، ما عندنا girl girl، عندنا واحد من عندهم boy، فاما هذه هنا او هذه، هذه الخيارات اللي عندنا. اذا هذه هي صارت شنو؟ هذه هي صارت العفو السامبل سبيس مالتي. يقول يريد احتمالية يكون شقيق جوي هو ولد، يعني معناها boy boy، معناها عندي يريد احتمالية يكون boy boy. فاذا احتمالية انه خلنا اقول انه هذا الحدث اي هو boy boy، فA given B شو يساوي احتمالية يكون boy boy هي 1 على sample space اللي هي أنا عندي جد 3، راح يكون هي 1 على 3.